أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب أستاذ. إن شاء الله هنكمل مع بعض حل امتحانات ملخص المعاصر. هنبدأ بالامتحان الثاني جيزة. Choose the correct answer. If square root of 64 plus 36 equal 8 plus x, then x equal 8. طبعا السؤال ده بنتغش فيه. هو كاتب لي سكوير روت اوف 64 فما كاتب لي 8 من الناحيه الثانيه, يعني معناها ايه؟ هفكر على طول دايما اقول خلاص هو خد سكوير روت اوف 64 يبقى ناقص سكوير روت اوف 36. لا, ما ينفعش كده. احنا لما بيكون سؤال زي كده معانا بنعمل ايه؟ الجمع بتاع الاثنين طول مجموعهم 100. سكوير روت اوف 100 ايكوال ايه؟ ايكوال ايكوال 10. طيب هنا 8 بلس 100 تديني 10, يبقى 8 بلس ايه 2, يبقى كده الاختيار بتاعنا هنا ايه 2. السؤال اللي بعده بيقول لي if two equations x بلس 4y equal 3x بلس ky equal 21 have ايه an infinite number of solutions in r product r then k equal ايه. طالما ليهم infinite number of solution معناها انه هنلاقي الايكويجن التانية لو انا خدت منها هاي سكور من فاكتور تديني ايه الاولى. فهنا انا ملاحظ ان الايكويجن الاولى هي نفسها التانية بس عامل لها multiply by 3, x بقت 3x, 7 بقت 21. يعني معناها انا لو عملت الاولى multiply by 3 هتديني التانية على طول. فانا اعمل multiply للاولى 3 times x 3x, 3 times 4y تبقى ايه 12y, 3 times 7 equal 21, يبقى اللي ناقص عند الكي equal A 12. السؤال اللي بعده بيقول X plus 3Y equal 7, then X plus 3 times Y plus. فأنا هفك كده الأول, دي هتبقى X plus 3 times Y يبقى 3Y plus 3 times 5 يبقى 15. طب x plus 3y اللي هم دول اهو بيقول لي equal a 7, يبقى 7 plus 15 equal 22, يبقى الانسر 2. if nx equal x plus 2 over x minus 4, then the domain of n to power negative 1, قلنا الدومين لما يكون بالشكل ده الدومين بيكون equal r difference. difference mean الزيرو بتاعت النومريتر والدنوميتر, ايه اللي بيخلي نمبر 0, يبقى هنا ايه نيجاتيف 2 and 3 r difference نيجاتيف 2 and 3. السؤال اللي بعده سؤال جميل وحلو اهو, بيقول لي 12 y z equal 20 x z equal 15 where x belongs to r positive y belongs to r positive z belongs to r positive then x y z equal a. هو مديني x y مديني y z و a و z x. طب انا لو انا عملت multiply دول مع بعض x y times y z times x z هتديني a, add x y times y z times x z ده equal 12 times 20 times 15. دول لما اعملهم ملتبلاي مع بعض هيديني x سكوير y سكوير z سكوير, تمام كده. دول لما عملت لهم ملتبلاي مع بعض 12 times 20 equal a equal 240, هعملها times 15, 5 times 0 equal 0, بعد كده 5 times 4 equal 20 0 and carry up 2, get 5 times 2 equal 10 and 2 equal a 12. Okay, both 0, 1 times 0 0, 1 times 4 4, 1 times 2 2, result is 0 0 6 3, يبقى دي ايه 3 6 0 0. تمام, ابدا اعمل ايه سكوير روت للاولاني وسكوير روت للتاني. يبقى لو عملت سكوير روت للاولاني كده هيبقى اكس واي تبقى اكس واي زد ايكوال سكوير روت بتاع 3600,
تبقى 6 ايه 60 يبقى اكس واي زد كده ايكوال ايه ايكوال 60. بس خلي بالي تنفع بوزيتيف اور نيجاتيف في الاصل عشان خدت سكوير رول، بس هو هنا بيقول لي كلهم بوزيتيف فما ينفعش احط ايه النيجاتيف عشان لو انا عملت ملتبلاي للثلاثه النيجاتيف هتديني الاجابه نيجاتيف. تمام، نيجي بعدها بيقول لي اي بي ار 2 مارشال اكسكلوسيف ايفنتس يعني حدثين متنافرين، يعني لو انا جيت رسمتهم كل سيركل كده بتكون بعيده من الثانيه ومفيش انترسكشن بينهم، يبقى الانترسكشن بتاعهم طبعا هيكون هنا ايكوال ايه ايكوال 5. لو كتب لي probability of intersection كده هكتب 0 مش هكتب 5 لو حط البي اللي هو probability، لكن هنا كده بالشكل ده يبقى 5. السؤال اللي بعد يقول if a and b are two events from assembly space of random experiment probability of A equal half, probability of B equal third, probability of A union B equal A. بس A if probability of A intersection B equal 1 over A. ال probability of union اللي هو A union B equal probability of A plus probability of B minus probability of intersection. probability of A equal half, probability of B equal third, probability of intersection equal 1 over 8. هعمل common denominator للكل، ال common denominator لل 2 وال 3rd وال 1 over 8 هشوف مضاعفات ايه ال 8 ال 8 ما تنفعش، 16 ما تنفعش، 24 تنفع، يبقى 24 هنا، هنا 24 وهنا 24. 2 times what equal 24, 2 times 3 يبقى هنا 1 times 3 equal 3, 3 times what equal 24, 8, 8 times ايه اللي كتبناه ده منفعش 3 دي 2 times what equal 24, 12, 12 times 1 equal ايه 12, 3 times what equal 12, 8, 8 times 1 equal 8 كده 8 times 1 equal 3 8 times 1 equal 24 3 3 times 1 equal 3. تمام، هنا نقول 12 plus 8 equal 20 20 minus 3 equal 17 over 24. يبقى الانسر هنا عندنا البروبابيلتي هيبقى ايه 17 over 24. نيجي في السؤال اللي بعده بيقول A B R 2 مارشال اكسكلوسيف ايفنت، طالما مارشال اكسكلوسيف ايفنت يبقى البروبابيلتي اوف يونيون يبقى probability of A plus probability of B وبس، مفيش A minus intersection، يبقى half plus third. طبعا هنا ال common denominator 6 2 times what equal 6 3 3 times 1 equal 3 وهنا 3 times what equal 6 2 2 times 1 equal 2 يبقى الإجابة equal 5 over 6 كده دي 5 over 6. سؤال بعد بيقول لي find in R the solution set of two equations 2x plus y equal 1 و x plus 2y equal 5. هنكتبهم على البورد ونحل على البورد مع بعض، الأولى 2x plus y equal 1 والثانية x plus 2y equal 5. الأولى 2x plus y equal 1 والثانية x plus 2y equal 1. في طريقة حل by substituting بالتعويض، خلي دي ال y في ناحية وودي الباقي في الناحية الثانية يبقى 1 minus 2y، أسمي دي 1 ودي 2 وأقول له by substituting
from 2 and 1. وعوض من 2 اللي هي دي في 1، يعني اشيل y دي 2x على فكرة، اشيل y واحط ايه 1 minus 2x، ادي الواي اهي هشيلها واحط بدالها ايه y 1 minus 2x، يبقى x plus 2، ادي الواي شلتها 1 minus 2x 1، يبقى x plus 2 times 1 equal 2، بقى 2 times 2x يبقى minus 4x equal 1، يبقى كده negative 3x equal 1، وال 2 دي تروح ناحية تانية يبقى minus 2، يبقى negative 3x equal negative 1، يبقى x كده equal 1 negative 1 over 3 يبقى negative equal 3rd، x equal 3rd يبقى y equal، عوض في ايه في 2، يبقى y equal 1 minus 2 times 3rd، يبقى 1 minus 2 thirds، يبقى y equal a برضو 3rd، يبقى solution 6 بتاعنا يبقى order the bell 3rd and 3rd. كده خلصنا حل السؤال ده، نروح بعد كده نشوف بقية الامتحان. السؤال نمبر 3 بيقول لي use the general formula to find the solution set of equation 2x squared minus 5x plus 1 equal 0. طبعا سؤال خلاص احنا تعودنا عليه، نروح على البورد ونحله مع بعض. اول حاجه نكتب الاكوين، بتقول لي ايه اكس تو اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 1 equal 0. x equal الاول نكتب a، قبل ما نكتب x اكتب مين ال a وال b وال c مين، a equal 2 و b equal negative 5 و c equal a 1. x equal negative b plus or minus الرول بتاعنا b square minus 4ac over 2a، نبدأ نعوض نيجاتيف بي تبقى 5، نيجاتيف 5 تبقى ايه 5، بعد كده بلس اور ماينس سكوير روت بي سكوير يبقى 5 سكوير 25 ماينس 4 تايمز 2 تايمز 1 اوفر 2 تايمز 2، كده هتبقى 5 بلس اور ماينس، هنا هتبقى 25 ماينس 8، 25 ماينس 8 ايكوال سكوير روت اوف 17 over 4. ونروح على الكالكوليتر، وهنعمل 5 مرة 5 times square root of 17، 5 plus على فكرة مش ايه مرة plus ومرة ايه minus، كده equal بعد كده divided by 4 2.28. هو انا مش فاكر قال لي 2 decimal place ولا 1 decimal place، هنعتبر كأنه ايه 2 decimal place، يبقى 2.28. شوف بعد ما نخلص السؤال قال لنا ايه، والتانية هقول 5 minus square root of 17 equal بعد كده divided by 4، طلعت لي ايه هنا 0.219 تبقى 0.22.
نروح بعد كده للبورد. ادي كده يبقى السوليوشن ست عندي هيبقى ايه اللي احنا قلناهم 2.28 والتاني 0.22. هو قال لي 1 decimal place فبدل ما هقول 2.28 هقول 2.2 بدل من دي هقول ايه 2.2 ودي هخليها 0.2 وبس كده يبقى ايه خلصنا حل السؤال ده. السؤال اللي بعده find nx in its simplest form برضو هنكتب السؤال وايه ونحله على البورد لان السؤال ده محتاج شغل كتير شوية. nx equal x square plus 4x plus 3. هنخلي بالنا من الساينز عشان لو غلطنا في أي ساين هنا بتبوظ معنا السؤال. تمام. طبعا السؤال ده معتمد على الفاكتوريزيشن اللي احنا أخدناه في تاني إعدادي. أي حد عنده مشكلة في الموضوع ده أنا شرحت الفاكتوريزيشن في القناة بتاعتنا في تاني إعدادي، ممكن تدخل هتلاقي فيه كذا حصتين عن الايه شغالين على الفاكتوريزيشن. هنا بعد كده بيقول لي find n2 in negative 3 in its simplest form. خلي بالي ان هو عايز ايه الدومين بتاع ده كمان. نروح على البورد كده ونبدأ ايه نحل السؤال. اول حاجة عندي بيقول لي n x equal هنا x to power 2 plus 4x plus 3 over x to power 3 minus 27 هنا divided by هنا x plus 3 over x square plus 3x plus 9. نبدأ نعمل factorization هنا x x 3 1 والاثنين نفس الساين بتاع اللي في النص يبقى بلس. دي هتبقى x بلس 3 x ماينس 3 وهنا تبقى فيرست سكوير x سكوير فيرست تايم سكند ويز ديفرنس ساين يبقى بلس 3x بعد كده بلس التاني سكوير يبقى 9 ديفايدد باي نخليها تايمز ونقلبها ونخلي ده x سكوير بلس 3x بلس 9 فوق واكس ايه بلس 3 تحت. هنكتب الدومين في التوقيت ده يبقى r difference طبعا بيخلي دي 0 يبقى الدنومينيتور يبقى هنا ايه 3 واللي فوق دي مالهاش مالناش دخل بيها ما بنستخدمهاش عشان دي ايه مالهاش فاكتوريزيشن. وهنا دي نيجاتيف 3 يبقى r difference 3 and x 3. نبدأ بعد كده نطير الحاجات اللي شبه بعض مع بعض. هنشوف هنا في x plus 3 دي راحت مع x plus 3 دي ودي طبعا شبه دي راحوا مع بعض يبقى بقى معانا كده ايه ال n x equal بقى معايا فوق x plus 1 وتحت x ايه minus 3. كده انا عملت لها in simplest form وايه وخلصت ايه اجابة السؤال كده. لا لسه ما خلصتهوش لان هو طالب مني ايه find n2 n2 و n negative 3. تمام n2 و n negative 3 add n2 اشيل x وحط بدلها 2 يبقى 2 plus 1 over 2 minus 3 يبقى n2 كده هتكون equal 3 over negative 1 تبقى ب negative 3 بقى كده n negative 1 يبقى negative 1 plus 1 over a negative 1 minus 3 طبعا دي 0 over negative 4
0 divided by اي number equal a equal 0 يبقى دي equal 0. هو كان عايزها نيجاتيف 3 ماشي مش نيجاتيف 1 تمام. نجيب نيجاتيف 3 ان نيجاتيف 3 طبعا دي ايكوال ايه دي undefined. ليه undefined؟ because نيجاتيف 3 does not belong to domain n2 ان نيجاتيف 3 موجوده في الدومين هنا بيقول لي ار ديفرنس 3 ونيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 3 تنفع. وخلي بالك نيجاتيف 1 ده مش محتاج له حاجه. كده خلصنا حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. هنا بيقول لي find n x in s plus 4 and find the domain of n where n x equal x over x minus 4 minus x plus 4 over x squared minus 16. ونحل السؤال مع بعض من على البورد هنا. equal x over x minus 4 minus x plus 4 over x squared minus 16. هنعمل factorization. add x over x minus 4 دول مالهمش factorization minus ان اكس بلس 4 برضه مالهاش فاكتوريزيشن لكن اللي تحت دي ليها فاكتوريزيشن يبقى اكس اكس 4 واحده ماينس والتاني ايه بلس. قبل ما نحذف اي حاجه يبقى الدومين ايكوال ار ديفرنس ديفرنس مين 4 ونيجاتيف 4 وبس كده. بعد كده نبدا نعمل الكومن دينومينيتور ان اكس ماينس 4 و اكس ايه بلس 4 اكس ماينس 4 تايمز اكس بلس 4 ديفايد باي اكس ماينس 4 تديني اكس بلس 4 يبقى اكس هعملها تايمز اكس بلس 4 كده ماينس دول اللي هم اكس ماينس 4 واكس بلس 4 ديفايد باي دول ايكوال 1 يبقى ماينس دي 2 اكس بلس 4. نبدأ نظبط اللي فوق هندخل الماينس في القوس اللي جوه ونعمل ملتبلاي اللي بره الاولاني ده يبقى اكس اكس تايمز اكس سكوير اكس تايمز اكس اكس سكوير بعد كده اكس تايمز 4 يبقى 4 اكس وهنا نيجاتيف تايمز اكس يبقى نيجاتيف اكس بعد كده ماينس 4 اوفر اكس ماينس 4 وهنا ايه اكس بلس 4. نعمل سمبل في اللي فوق كده ونبسطه يبقى اكس سكوير 4 اكس ونيجاتيف اكس يبقى بلس 3 اكس ماينس 4 وهنا ايه اكس ماينس 4 واكس بلس 4. نعمل فاكتوريزيشن للي فوق اكس اكس هنا ايه 4 هنا 1 والفور تاخدوا الساين بتاعت الفور النص يبقى دي بلس ماينس وهنا اكس ماينس 4 واكس 4 اكس بلس 4 دي تروح مع اكس بلس 4 دي يبقى الريزلت في الاخر اكس ماينس 1 اوفر اكس ماينس 4 وكده يكون السؤال بتاعنا ده خلص. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find algebraically the solution set of the two equations in R product R x minus y equal 1 والتانية x squared plus y squared equal 25. نروح على البورد ونحله مع بعض ونكتب السؤال الأول x minus y equal 1 والتاني x squared plus y squared equal 25. هنا هنعمل substitute من ايه من الاولى في التانية بس الاولى دي هظبطها يبقى x equal 1 plus y واعتبر دي 2 ودي اقوله by substitute from 2 n1 ونشيل x نحط بدل القيمة بتاعتها اللي هي ايه 1 plus y add 1 plus y square plus y square equal 25.
طبعا 1 بلس y سكوير دي فكتها ازاي؟ فيرست سكوير يبقى 1. فيرست تايم سكند ويز ديفرنت ساين، فيرست تايم سكند تايمز 2 يبقى 2y، 1 تايمز y y تايمز 2 يبقى 2y. يبقى كده بلس y سكوير سكند سكوير. يبقى كده ال y سكوير اللي هي دي اكتبها ايكوال 25. انظم دول واجمع يبقى 2y سكوير بلس 2y بلس 1 ماينس 25 ايكوال 0. تبقى 2y سكوير بلس 2y ماينس 24 ايكوال 0. اعمل ديفايد باي 2 تبقى y سكوير بلس y ماينس 12 ايكوال 0. نبدا نعمل فاكتورايزيشن y y هنا 4 3، عشان 4 تايم 3 يكوال 12 والديفرنس بينهم ايكوال 0، يبقى دي تبقى بلس زي اللي في النص ودي ماينس. يبقى y بلس 4 ايكوال 0 اور y ماينس 3 ايكوال 0. وهنا y ايكوال نيجاتيف 4 وهنا y ايكوال ايه 3. لما كانت y ايكوال نيجاتيف 4 يبقى x ايكوال 1 ماينس 4، يبقى x هتكون ايكوال ايه نيجاتيف 3. هنا x هتبقى لما تكون equal 3 يبقى ايه y equal 3، يبقى x هتبقى 1 plus 3 يبقى x equal 4. يبقى solution set عند 2 points negative 3 and negative 4 ده أول order pair، والتاني 4 and 3. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول لي ان 1 اكس ايكوال اكس سكوير ماينس 4 اوفر اكس سكوير بلس اكس ماينس 6، وان 2 اكس ايكوال اكس سكوير ماينس x ماينس 6 over x square ماينس 9. show if n1 equal n2 or not given reason، يعني لازم تديني سبب للكلام ده. تمام، نروح على البورد مع بعض، نكتب الاولى ونكتب الثانية. n1 n1 x كانت equal a equal x square minus 4 over x square minus x minus 6. n2 equal a x square minus x minus 6 over x square minus ماينس 9. نبدا نعمل فاكتورايزيشن لكل واحده فيهم. ان 1 اكس ايكوال ان اكس ماينس 2 اكس بلس 2 اوفر اكس اكس 6 دي 3 تايمز 2، والكبيره تاخد اشارتها في النص هنا ماينس وهنا بلس. قبل ما احذف دي احسب الدي 1 بتاعها equal r difference 3 و negative 2. نعمل لها simplify. n1 2d x plus 2 راحت مع x plus 2، يبقى بقت a x minus 2 over x a minus 3. كده خلصنا الاولى. الثانية n2 x equal، ونبدأ نعمل factorization. n x x 3 2 ماينس ودي ايه الكبير يبقى ماينس زي النص، والاخير يبقى الثاني يبقى ايه بوزيتيف. هنا تبقى اكس ماينس 3 واكس بلس 3 عشان دي ديفرنس بين تو سكويرز. دومين ايكوال اللي هو دي 2 ايكوال ار ديفرنس 3 اند
نكتب 3 بعد كده ان اكس نعملها ان سمبلست 4 البوزيتيف نيجاتيف 3 هتروح مع نيجاتيف 3 يبقى اكس بلس 2 اوفر اكس بلس 3. طبعا كده ظهر عندنا لا ان 1 اكس ايكوال ان 2 اكس هنا ولا دي 1 ايكوال دي 2 يبقى ايه ان 1 نوت ايكوال ان 2 بيكوز ايه اقول له سينس دي 1 نوت ايكوال دي 2 يبقى ان 2 نوت ايكوال ان 1 واحنا كتبنا السبب ان هو ايه حل السؤال ده اللي احنا حلناه هو ده السبب. روح للسؤال اللي بعد بيقول لي نيجاتيف 3 اند 3 is the set of zeros of function fx equal x square plus a then find a. fx equal x square a و 3 و negative 3 دول ايه زيروز بتاعت الفانكشن دي. يعني معناها لو انا شلت اف اكس الاكس وحطيت بدلها 3 الاجابة هتطلع 0 يبقى اكس سكوير اللي هي بلس اي هخليها 3 سكوير بلس اي ايكوال 0 يبقى 9 بلس اي ايكوال 0 يبقى اي كده ايكوال نيجاتيف 9. التانية نيجاتيف 3 سكوير بلس اي ايكوال 0 يبقى هنا 9 بلس اي ايكوال 0 يبقى اي برضو طلعت ايه نيجاتيف 9 يبقى كده اي ايكوال نيجاتيف 9 مش محتاج اكتر من كده. وبكده يكون خلصنا الامتحان الثاني وشكرا لكم واللقاء في امتحان قادم ان شاء الله.